مصالح وزارة الصحة تسارع الزمن لردع تفشي فيروس كورونا بالمغرب، خاصة بعد اكتشاف أول حالة إصابة به هنا بالمركز الوطني للعمليات الاستعجالية في الصحة العمومية. متابعة وتقييم يومي لتطورات الفيروس على المستويين الدولي والوطني بهدف احتواء انتشاره بالأراضي المغربية والتواصل مع المواطنين. هنا كيدار التقييم اليومي لحالة الخطر بالنسبة للمغرب، وكهنا كيتقترحوا على السيد الوزير الإجراءات اللي خصها الدار سواء في المجال الصحي أو في المجال ديال القطاعات الأخرى اللي شريكة معنا. الأخوات والإخوة اللي كيجاوبوا على الهاتف، رقم الهاتف ديال ألوفاي، الإخوة اللي كيشتغلوا على استقبال الحالات المشتبه فيها ويشوفوا واش حالة مشتبه فيها ولا لا، ويبقوا متبعينها حتى تمشي للأماكن اللي خصها تدار فيها العزل ويدار تحليلها وتمشي للمختبر. الإخوة اللي كيديروا التحاليل، اللي كيديروا التقييم ديال النتائج باستمرار. الأخت اللي مشرفة على توزيع ديال كل ما يتعلق بلوازم المختبر أو بمعدات الوقاية بالنسبة للجهات والأقاليم. المركز الوطني للعمليات الاستعجالية في الصحة العمومية يضع رهن إشارة المواطنين رقما أخضرا للتبليغ عن الحالات الفيروسية والتفاعل والتجاوب مع استفسارات المواطنين عن كيفية الوقاية من الفيروس، كما يوفر موقع وزارة الصحة جميع المعلومات المتعلقة بالتدابير والاحتياطات اللازمة من أجل الوقاية منه. نيميرو ألوفي يقظة وبائية هو معمول باش رهن المواطنين باش يتصلوا بينا للاستفسار عن الحالات اللي كتستدعي تدخل، يعني الناس اللي جايين من المناطق الموبوءه اللي هي معروفه فيها انتشار الوباء، اللي هي ايران، ايطاليا، ولا كوريا الجنوبيه، او لا الصين، او لا الصين الشعبيه، وعندهم اعراض ديال الحمى، ضيق في التنفس، او لا كح. رقم الاخضر الاقتصادي اللي موضوع رهن اشارات المواطنين هو 080 147 47. في اطار تنفيذ المخطط الوطني للرصد والتصدي لفيروس كورونا الجديد والذي يأتي بناء على تعليمات منظمة الصحة العالمية، تم إحداث خلايا وقاعات بكل جهات المملكة من أجل استقبال الحالات المحتملة والتواصل مع المواطنين الراغبين في الاستفسار عن كيفية الوقاية من الفيروس.